علامة الإقحام في برنامج الوورد. هذه العلامة تكتب كرقم 8 باللغة العربية. ماذا تعني علامة الإقحام؟ تعني إدخال شيء معين إلى النص. على سبيل المثال، كارت P علامة إقحام الفقرة، كارت 13 أو كارت 13 علامة الفقرة، ولكنها تستخدم عند تفعيل أحرف البدل. كارت T وهي علامة إدراج مسافة معينة بين النصوص. نقوم بفتح الوورد، نجد أمامنا مجموعة من الفقرات ولكن بينها فراغ. المطلوب حذف الفراغات التي بين الفقرات المختلفة. أحب قبل أن أكمل أن أشير إلى ملحوظة هامة جدا جدا جدا، وهي أن برنامج الوورد يحتوي على علامات للتنسيق تدل على الأنواع المختلفة من أوجه التنسيق الموجودة داخل الملف والبرنامج، غير أنها مخفية. ولإظهارها نضغط على علامة الP المعكوسة كما يلي، فنجد أن الملف ظهرت فيه كثير من العلامات. ما يهمنا منها هنا علامة الفقرة. في هذا المثال، في حل هذا المثال على علامة الإقحام أو ما تسمى بعلامة كاريت. كيف يتم ذلك؟ نتبع الخطوات التالية. نقوم بإظهار العلامات المخفية كما يلي: نفتح علامة التبويب، ثم نذهب إلى علامة الفقرة، نضغط عليها فتظهر جميع العلامات المخفية. المطلوب تحديد جميع علامات الفقرة ومن ثم حذف المتكرر فيها. نتبع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى الذهاب إلى Home tab، ثم اختيار Find، ثم Advanced Find. يظهر المربع الحواري، نكتب في مربع البحث كاريت بي كاريت بي، ثم ننقر على زر البحث في فايند ان ونختار المستند بأكمله The Main Document. ماذا حدث؟ تم تحديد جميع علامات الفقرة. الخطوة الثانية نذهب إلى Replace
ونكتب في المربع التالي كاريت بي، وهذا يعني أنه بعد اختيار الفقرات المتتالية سيتم استبدال كل فقرتين أو أكثر بفقرة واحدة. ما النتيجة؟ تم استبدال كل علامتين مجاورتين بعلامة واحدة، وهذا هو المطلوب. ملاحظة هامة، لم نختر حروف البدل لأن كاريت بي لا تعمل مع حروف البدل.